الحمد لله والصلاه والسلام على حبيب الله اشرف الخلق الصادق الامين خاتم المرسلين ها قد عدنا مره اخرى لنستكمل السيره العطره لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نحن الان في السنه الثالثه من الهجره ومكه والمدينه تموجان باحداث جثام والمسلمون يحصدون ثمره نصرهم المؤزر في بدر بينما قريش تتخبط وترفل في ثياب الخزي والهزيمه <applause> انهض يا رجل هل من مبارز اخر وهل في بني ثعلبه من يجرؤ على مبارزتك انه ثالث رجل تهزمه في المبارزه يا غورث يا غورث يا ابن الحارث ماذا بك يا رجل ساده بني ثعلبه مجتمعون يبغون حضورك أرأيت يا أخي ماذا مهارة غورث وهو يحارب أرى أنك أقوى منه وأمهر منه ها <applause> هذا لأني أخوك كم تمنيت أن أتدرب على يديه لأكون محاربا مثله غورث كان صديق والدنا نعم والدنا المحارب الشجاع الذي قتله أتباع محمد وماتت أمي حسرة عليه وتركتني وحيدا لست وحيدا يا اخي وساقتل من اتباع محمد ما يشفي غليلي وغليلك على اتفقتم يا سادة كيف, علامة اتفقتم أيوة السادة. كيف حالكم يا سادة غطفان؟ سمعت أنكم ترسلون في طلبي اجلس اجلس يا غورث لقد عزمت بنو ثعلبة على قتال محمد وأتباعه وسنعلن العصيان عليه وتكون نجد هي مقبرته ومقبرة جيشه كنت أتحين هذه اللحظة. دعوا محمدا لي. سننتقم لقتلى بدر وقريش. هذا ما عزمنا عليه. سنرتحل إلى ذي أمر، وسندعو لقتال محمد، وأنت من سيأتي لنا برأس محمد. أعد عدتكم، وسأحضر لكم رأس محمد قريبا. بلغ امر بني ثعلبه رسول الله فعقد العزم على الخروج لملاقاتهم في نجد غطفان بني ثعلبه من المشركين المتحالفين مع قريش ويبدو ان امر ما حدث في بدر قد ساءهم قال رسول الله انه سيخرج لهم في جيش يبلغ قوامه أربعمائة وخمسين رجلاً، وإنه سيولي عثمان بن عفان على المدينة. نعم الرأي يا رسول الله، ولتلقى بني ثعلبة مصير قريش عندما يهاجمك المسلم تتحرك بخفة كالثعلب ثم تفاجئه وتهوي عليه بسيفك لنا عدة أيام في ذي أمر ولم يأتي جيش محمد لقد علمت جميع القبائل بنبأ عصياننا وإعلاننا الحرب على محمد وقد وصله الخبر في المدينة وأنا في انتظاره لأجز عنقه وأوفي بوعدي انهم يعسكرون قريبا من هنا انهم على الناحيه الاخرى وهنا تتجلى عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسامحه مع اعدائه فعلى كل ما رأينا من حقد وقره غورث بن الحارث ورغبته الدفينة في إيذاء رسول الله فإنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم معه لهي أخلاق نبي التسامح ورسول الإنسانية حقا ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع اتى شجره ظليله فجاءه غورث ونبي الله صلى الله عليه وسلم معلق سيفه بالشجره فاخذ غورث السيف وقال ها قد ظفرت بك يا محمد تخافني قال صلى الله عليه وسلم لا فمن يمنعك مني؟ الله، فوقع السيف من يده، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ لا أحد، لا أحد، كن خير آخذ. قال صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله، لا ولكني اعاهدك على الا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف هكذا كان حال المسلمين وقتها نصر وفخر وثقه بالله ورسوله تصل لعنان السماء وما حدث مع يهود بني قينقاع لهو خير دليل على ذلك هل هذا سوق بني قينقاع نعم يا امراه ماذا تريدين لقد جئت من اجل تجاره ابيعها وقد حصلت على مال وابغي صائغ السوق فاين اجده محل الصائغ هنا هذه المراه جميله فقط لو تكشف عن وجهها سأبيعك ما تطلبينه، وسأخفض لك السعر كما تشائين، فقط لي طلب واحد. وما هو؟ أن تكشفي عن وجهك الجميل. ويلك يا عدو الله، أه؟ أتراودني عن نفسي؟ نريد فقط أن نرى وجهك. أرأيت؟ كلنا نريد أن نرى وجهك. ارفعي هذا! <applause> ألا يوجد رجل ذو نخوة في هذا السوق؟ أين المسلمون؟ تباً <applause> 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 لك أيها الماجن، سأريك بأس المسلمين. اهربي يا امرأة، اهربي! لقد تعدوا على عرضنا، وقتلوا أخانا. وجئنا ننشد القصاص يا رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان القصاص واجب على المسلمين. لنحاصرهم في مضاربهم، وليكونوا عبرة لغيرهم. وخرج رسول الله اليهم ناصحا لهم رغم تعديهم. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع في السوق. ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مسلم، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. <applause> يا محمد، نحن لسنا قومك، لا يغرنَّكَ أنَّكَ لقيتَ قوماً لا علمَ لهم بالحربِ فأصبتَ منهم فرصةً، إنَّ واللهِ لئنْ حاربناكَ لتعلمنَّ أنَّنا غيرُهم. <applause> هذا هو محمد الذي وعدتنا ان تاتينا بعنقه فاذا بك تاتينا انت مسلما بل سنجز عنقك انت يا غورف جزاء لخيانتك لتدرب ولنرى عنق من سيطير يا قوم إن محمدا لهو رسول من عند الله بحق تحميه مخلوقات غير مرئية لقد سقط السيف من يدي دون ليلمسني وعفى عني وأنا قادم لقتله أسلموا يا قوم واسمعوا لمحمد الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق وسيد الانام الذي اسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي لا ينطق عن الهوى كان ساده قريش يسابقون الزمن للاستعداد لمواجهه اخرى مع المسلمين مواجهه يرونها حاسمه في وجودهم وبقائهم يا قوم يا قوم اسمعوا كلمه منا ثم دبروا بعدها امركم يا معشر قريش يا معشر قريش، إن محمدا قتل أبناءكم، وقتل خياركم، فأعينونا بالمال على حربه، لعلنا ندرك منه ثأرنا. لنجمع حلفاءنا من قبائل كنانة وأهل تهامة، ومن لا زال على عهده معنا، ونعاود الكرة لقتال محمد وأتباعه. آه. ما قولك يا سيد قريش أصار 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 استجاب عدد ليس بقليل لدعوه ساده قريش بمعاوده حرب رسول الله والمسلمين مره اخرى آه يا ويل معشر يهود قينقاع جاء محمد بجيش لا قبل لنا به يا ويلنا إنهم يحاصرون مضاربنا ولن يذروا على الأرض من يقف أمامهم لا إله إلا الله, لا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله كان يهود بني قينقاع هم أول من نقضوا العهد وحاربوا المسلمين في بدر، وولى رسول الله على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر، وحاصر يهود بني قينقاع خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه. فانزل الله قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نحن نستسلم ونقر بحكم محمد فماذا هو فاعل معنا لقد عفى رسول الله عنكم شريطه عدم اعتدائكم على المسلمين او الغدر بهم ويحق لكم ممارسه تجارتكم كما كنتم من قبل كانت هذه وغيرها احوال المسلمين في مطلع السنه الثالثه من الهجره هي احوال تشي بعلو كعبهم وقوه شكيمتهم وارتفاع معنوياتهم الى عنان السماء كان رسول الله والمسلمون قد بسطوا نفوذهم في المدينه وبداوا في بناء المجتمع المسلم القائم على تعاليم الله والمظلل بتسامح وانسانيه وقيم نبيله لم يعهدها العرب في تلك الفتره الا ان قريشا ابت ان تترك هذا المجتمع الوليد في طريقه وبدات تعد العده لجوله اخرى مع رسول الله والمسلمين ارقدوا في سلام. عهد علي أن أنتقم لكم مهما طال بي الزمن ومهما تقدم بي العمر. أن أنتقم من محمد وعمه حمزة وأتباعهم. لقد بحثت عنك في كل مكان. ماذا تفعلين هنا يا هند؟ ازور اهلي الذين قتلهم محمد ابي عدبه بن ربيعه واخي الوليد بن عدبه وعمي شيبه بن ربيعه وابنك حنظله يا سيد قريش وهل تظنينني نسيتهم يا هند وماذا فعلت أنت كي تثأر لهم يا أبا سفيان؟ سأفعل يا هند، سأفعل وسترين بنفسك هل ستخرج لحرب محمد يا اخي انهم يروني صغيرا على الدخول في المعارك الكبرى لكنك لست صغيرا على الحرب وانت ماهر في حمل السلاح ولكني اخاف عليك يا اخي فليس لي احد غيرك لا تخف يا اخي ساعود اليك برؤوس من قتلوا ابي ابو سفيان مرحبا بسيد قريش ومكه كلها مرحبا بك يا جبير بن مطعم انت من خيره اهل مكه واعلم ان لك ثارا عند محمد واي ثار لقد قتل محمد واتباعه عمي طعيمه بن عدي في بدر ولن انسى لمحمد هذا ابدا اذا اعد العده لقد اقترب الحشد وسنضع نهايه لمحمد واتباعه قريبا تصحبك السلامه يا ابا سفيان لا يوجد في مكه من هو امهر منك في رمي الحربه يا وحشي لماذا لا تعلمني رمي الحربه حتى اصبح افضل منك واتفوق عليك لن تستطيع فهذا امر يملكه وحشي فقط وحشي سيدي ومولاي، لم أرَ من هو أمهر منك في رمي الحربة يا وحشي، وأريدك في أمرٍ مهم. طوع أمرك يا سيدي، ستخرج قريش وحلفاؤها لملاقاة محمد وأتباعه مرة أخرى، وأريدك أن تخرج معهم، فإن قتلت حمزة عم محمد، كما قتل محمد عمي طعيمه بن عدي فانت حر يا وحشي سمعا وطاعه يا سيدي ونجحت قريش في بث الكراهيه والغضب تجاه المسلمين مره اخرى واعدوا العده تماما لملاقاه رسول الله والمسلمين والثار لقتلاهم في بدر هذه المره ليست كبدر نحن جاهزون وعلى اهبه الاستعداد للنيل من محمد والثار لقتلانا في بدر يا قوم تذكروا اباءكم واولادكم الذين قتلهم محمد وحمزه واتباعهم الثأر 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 سنتحرك غدا في طريقنا الى احد والويل لمحمد غدا سيعلم محمد واتباعه اي خطا وقعوا فيه بحربهم لقريش أصدار 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 أصدار. سيدتي هند وحشي يا سيدتي انصرفي انت انت وحشي مم. يقولون انك الاول في رمي الحربه في مكه الان وان حربتك لا يخيب هدفها ابدا في خدمه مولاتي هل تعلم ايها العبد الاسود لماذا تسعى سيده قريش هند بنت عتبه بن ربيعه زوجه سيد قريش ابي سفيان في طلبك لا أعلم يا سيدتي. أريد أن أستأجر حربتك من أجل مهمة واحدة لا غير. وما هذه المهمة؟ حمزة. حمزة عم محمد. الجميع يطلبون رأس هذا الرجل يا سيدتي. هند بنت عتبة ليست كالجميع أيها الأسود. اذا قتلت حمزه في المعركه ستحصل على اقصى ما تحلم به اذا كنت لا تزال تحلم ايها الاسود اقصى من حريتي يا سيدتي نعم اكثر من حريتك يا رامي الحربه لا يجب ان نتركهم يهجمون علينا ونحن في منازلنا لنخرج لملاقاتهم وجاء رسول الله فصمت الجميع وعلم باختلاف الصحابه في امر ملاقاتهم لقريش يا رسول الله نحن ممن لم يحضروا بدرا ويحظوا بشرف الشهاده فيها ونرى ان خروجنا لملاقاه قريش هو امر بديهي فلا يجب علينا ان ننتظر حتى نجدهم في مخادعنا وفوق رؤوسنا واعطى رسول الله الكلمه لرجل اخر بل الراي الصواب ان ننتظرهم هنا حتى اذا دخلوا المدينه قاتلناهم فيها وانتصرنا باذن الله وانا مع هذا الراي ننتظرهم هنا فنحن اعلم بضروب المدينه ويمكننا النصر عليهم هنا صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ابلغ الجميع ان الراي الصواب سيقوله في خطبه الجمعه هل أنت راضٍ عما حدث يا سيد عبد الله بن أبي؟ أنت سيد المدينة، ومحمد يأخذ برأيك مثل رأي أي من أتباعه. نحن لا قبل لنا بهذه الحرب، فليحارب محمد وأتباعه، وليت قريشا تقضي عليهم حتى أستعيد ملكي المسلوب في المدينة. وماذا سنفعل إذا قرر محمد الخروج لملاقاة قريش؟ سنخرج معهم فنحن على عهد مع محمد ولكن في اللحظه المناسبه سنفعل ما ستذكره لنا قريش بكل خير الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق الذي علمنا مكارم الاخلاق وعقيده السلام والانسانيه سيد الخلق الصادق الامين محمد بن عبد الله رسول الله الى العالمين كم تمدنا سيرته العطره بكثير من الخصال المحببه الى النفس وكثير من الدروس الباقيه عبر العصور والازمنه شاهده على عظمه نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم واليوم نقف لنرى ونتدبر ونفسر ماذا حدث للمسلمين في احد وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس يوم الجمعه وبعد ان حمد الله وشكره طلب من الجميع الجد والاجتهاد وقرر ان يخرج المسلمون لملاقاه المشركين خارج المدينه وبعد ان انهى خطبه الجمعه عاد الى منزله وارتدى الدرع والسيف وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش من الف مقاتل وولى على المدينه ابن ام مكتوم وفي الطريق بين المدينه واحد انسلخ ثلاثمائه شخص بقياده عبد الله بن ابي بن سلول ومن اتبعه من المنافقين <applause> يظن محمد أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يعلم أن لي نفوذا أيضا. <applause> إنها ضربة قاضية لمحمد، انسحابنا سيمنح أفضلية قصوى لقريش وحلفائها. لقد أطاع رجاله الذين أحضرهم معه من مكة، وعصاني أنا. سيد المدينة، لقد نصحته بعدم الخروج، فليتحمل وزر فعلته. يا قوم! يا قوم! أين أنتم ذاهبون؟ لا تخونوا قومكم ودينكم! عودوا وساندوا رسول الله! عودوا وساندوا رسول الله! عودوا وساندوا رسول الله! لا ناقه لنا ولا جمل في هذه الحرب فليذهب محمد لقتال قريش وسنظل نحن في المدينه هنا لحمايتها ان رسول الله ليس بحاجه لكم وسينصره الله على قريش وعليكم وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون صدق الله العظيم وهنا لا بد ان نذكر موقفا للرسول كان الطريق الى احد يحتم على جيش المسلمين ان يمروا بالمشركين فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلك طريقا بعيدا عن معسكر المشركين توقفوا توقفوا يا قوم فرسول الله يامرنا بشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يخرج بنا من طريق لا يمر على المشركين؟ فانبرى رجل يدعى ابا خيثمه. أنا يا رسول الله أعرف طريقا نسلكه يفضي بنا إلى أحد دون أن نمر بأرض المشركين. سنمر بارض رجل اعمى اسمه مربع بن قيظي فهيا بنا وكان مربع بن قيظي رجلا ضريرا منافقا احس بجنود المسلمين يسيرون في ارضه فخرج يقذفهم بالتراب هذه ارضي يا محمد ولا اسمح لك بالمرور فيها حتى وان كنت حقا رسول الله. وهبط بعض جنود المسلمين يريدون قتل مربع. ويلك يا عدو الله، اهكذا تحدث رسول الله؟ والله والله لاقطعن راسك بسيفي. وهم الرجل ان يقتل مربعا الضرير. الا انه توقف بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فانه اعمى القلب اعمى البصر اتركوه وهذا الموقف ان دل على شيء فهو يدل على مدى انسانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع من يسيئون اليه في وقت حرج كوقت الحرب وخرجت قريش واتباعها في ثلاثه الاف جندي ومائه فرس واتجهوا الى واد قبل احد للبقاء فيه هذه معركتك يا خالد يا ابن الوليد، أنت خير فتيان قريش وقائد الميمنة، لا يجب أن يتكرر ما حدث في بدر لا تقلق يا أبا سفيان، فنحن أكثر منهم عددا وعتادا، والنصر حليفنا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره الرماه في جيش المسلمين وولى عليهم عبد الله بن جبير وامرهم بان يظلوا فوق جبل احد والا يبرحوه مهما حدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وان رايتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا سمعا وطاعه يا رسول الله نحن في اماكننا صامدون حتى النصر باذن الله ماذا تفعلين يا هند اوزع الدفوف على النساء سنخرج خلف الرجال لشحذ هممهم فاليوم هو يوم الثار وعيد قريش انها حرب يا هند اعلم انها حرب وسوف ننتصر وساغسل يدي في دماء محمد وحمزه يا محمد الليلة ليست كالبارحة ولقد جئناك بما لا قبل لك به وسنثأر اليوم لقتلانا في بدر فهلم أخرج لنا ما لديك وسترى شدة بأسنا هل من مبارز لديك يا محمد لتذكله أمه وتترمل امرأته أخرج أخرج يا محمد انت ومن معك وبدات وقائع موقعة احد والتقى الجمعان رسول الله والمسلمون تجمعهم كلمه الحق ونور الهدايه ومشركو قريش وحلفاؤهم يجمعهم ضلال الغضب والرغبه في الثار وبدت المعركه وكانها جوله اخرى سيكون للحسم فيها اثر كبير على مجريات ما هو قادم من احداث واشتد سعير المعركه وبدا تفوق المسلمين واضحا بفضل ضراوتهم وايمانهم ومهاره الرماه الذين كان لهم اكبر الاثر في تحول دفه المعركه تجاه المسلمين عودوا ايها الجبناء عودوا لا تكونوا كالنساء عودوا وقاتلوا محمدا لن تكون بدرا اخرى ابدا هلكنا وهلكت قريش افعل شيئا يا خالد يا ابن الوليد انهم يقاتلون بجساره لم اعهدها في الحروب من قبل ويلتفون حول محمد ويضحون بأرواحهم من أجله لابد أن نفعل شيئا ستضيع قريش للأبد لا أمل في النصر لا أمل في النصر الرماة تحتل قمة الجبل ويمطرون جنودنا من كل جانب إنها النهاية يا أبا سفيان إنها النهايه افعل شيئا يا وحشي اقتل محمدا اقتل حمزه افعل شيئا سيدتي لقد انتصر المسلمون وجنود قريش يتراجعون ايها العبد الاسود لا شان لي بقريش اقتل حمزه يا وحشي اقتله وسامنحك اموالا تجعلك سيدا لمكه وقريش اقتله وسيمنحك سيدك حريتك وسامنحك انا الاموال والحلي والذهب اقتل حمزه يا وحشي حسنا يا سيدتي بات واضحا ان الغلبه في هذا اليوم للمسلمين انتصرت الفئه القليله على الفئه الكثيره بامر الله في تلك اللحظات كان حمزه عم الرسول واسد الاسلام كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام يقاتل بشراسه وجساره ويفر من امامه الجميع انت لي يا حمزه الحمد لله والصلاه والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله بدا الامر بعد غزوه احد مختلفا ما بين مكه والمدينه الموقف كان مختلفا في المدينه فاصداء ما حدث في احد كانت تدوي بين جنباتها قل لي يا أخي، ما معنى أن قتلانا في النار وقتلاهم في الجنة؟ يا أخي، لا تشغل بالك بما يقوله المسلمون. لكن المسلمين انتصروا يوم بدر. إنها مصادفة يا أخي، ولن تتكرر. بات واضحًا أن الغلبة في هذا اليوم للمسلمين. انتصرت الفئه القليله على الفئه الكثيره بامر الله في تلك اللحظات كان حمزه عم الرسول واسد الاسلام كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام يقاتل بشراسه وجساره ويفر من امامه الجميع انت لي يا حمزه قاتل حمزة الرجل بشجاعة حتى صرعه بضربة سيفه. صرخ حمزة من يريد الموت؟ فتحداه رجل يدعى سباعا. إذا قتلت حمزة عم النبي مثلما قتل عمي طعيمه بن عدي فانت حر يا وحشي اقتل حمزه يا وحشي اقتله وسامنحك اموالا تجعلك سيدا لمكه وقريش قتل حمزة أسد الإسلام وعم الرسول صلى الله عليه وسلم وأكبر داعم له وللمسلمين قتل بحربة وحشي ربما جاء مقتل حمزة ليغير معالم هذا اليوم فما حدث بعد ذلك كان أمرا مفاجئا غير كثيرا من دفة المعركة في هذا اليوم المشهود في تاريخ المسلمين انظروا لقد انتصرنا والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والاسلاب، لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم. لن يهبط احد ويترك مكانه. امرنا رسول الله الا نبرح مكاننا مهما كانت الاسباب. ويلك يا عبد الله، لقد انتصرنا ورسول الله والجنود باسفل يحتفلون بالنصر. هل تريد ان يضيع حقنا في غنائم المشركين؟ لنهبط يا رجال لنهبط لن يهبط أحد بل سنهبط هيا الغنائم يا رجال <applause> <يوهونا في> عودوا <الوضعون. تصفيق> <يوهونا> هيا <في الوضعون. تصفيق> أكثر من سبعين شهيداً. من بينهم حمزة بن عبد المطلب. ومصعب بن عمير. وغيرهم والمئات من المصابين. من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد فعلناها. لقد فعلتها يا وحشي. وستنال ما وعدتك به أيها النسوة اقطعن عنوف وآذان جثث أتباع محمد وابحثن معي عن جثة حمزة حمزة أنا قد وجدتك فمن سينقذك مني الآن حمزة يا حمزة هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلاك يا حمزة؟ أبي وأخي وعمي. هل يكفيني موتك؟ لا الموت قليل علي. يا وحشي مزق احشاءه فأنا أريد كبده ومثلت هند بجثة حمزة وبقرت بطنه وانتزعت كبده لتلوكه لكنها لم تستسخ فلفظته واحاط من تبقى من المسلمين برسول الله وصعدوا الى جبل احد للاحتماء به لقد قتلنا منكم الكثير هل محمد فيهم قال الرسول لاصحابه لا تجيبوه هل ابن قحافه فيهم قال الرسول لاصحابه لا تجيبوه هل ابن الخطاب فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه اعله بل قال رسول الله اجبه يا عمر فاجابه عمر بن الخطاب الله اعلى واجل قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار يا محمد الحرب سجال وهذا يوم بيوم بدر وان موعدكم في بدر العام القادم فقال رسول الله لرجل من اصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة استووا حتى أدعو ربي عز وجل فصاروا صفوفا خلفه فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبط ولا هادي لما اضللت ولا مضل لما هديت اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يدعو الرسول لقومه وهو مصاب ولديه اكثر من سبعين شهيدا ومئات الجرحى وما زلنا وسنظل دائما نتعلم من سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى التسامح والعفو ما اجمل اللهو بعد الانتصار آه، 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 آه. <تصفيق> <تصفيق> لم نكن نحلم بعد هزيمتنا في البدايه ان ننتصر على محمد اشرب اشرب يا ابن الوليد انت بطل موقعه احد خالد ماذا بك؟ تبدو. تبدو شاردا اليوم. افكر في امر اتباع محمد. انهم يقاتلون بشراسه دفاعا عنه، ويفضلون الموت على تركه او الخساره في المعركه. <applause> ربما منحهم محمد الكثير من الاموال او او ربما اعطاهم من النساء ما يكفي لكي يدافعوا عنه! كلا، <applause> كلا، هؤلاء يدافعون عن محمد من أجل أمر آخر، أمر يجعلهم يضحون بحياتهم من أجل محمد <applause> الم اقل لكم ان محمدا بدوننا لا يساوي شيئا <applause> سيعرف الان بعد هزيمته في احد مقدار سيد الاوس والخزرج وسيد المدينه كلها <applause> <applause> <أنا> لعله ياتي صاغرا ليقول لك انقذني يا ابن سلول يا سيد المدينه <تصفيق> <تصفيق> لا ولكن علينا ان نمارس دورنا المعهود نذهب لنعزي في من مات ونطمئن على من اصيب فان محمدا لا ينكسر بسهوله ابدا كيف حال رسول الله اليوم سمعت انه يتحسن ويبرا من اصابته قامت ابنته السيده فاطمه وزوجها علي بن ابي طالب بمداواه جروحه ويقولون انه يتحسن الان ولكن جراح نفسه لن تندمل بسهوله لن انسى وجهه وهو يرى جثه حمزه وما فعله بها المشركون من تمثيل كان الرسول يتالم كثيرا وقد قال رسول الله والله لئن اظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثله لم يمثلها احد من العرب نعم حتى انزل الله تعالى قوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم سنعاهد الكره ولن تفلت منا قريش مره اخرى ابدا وبرأ الرسول ومصاب أحد من إصاباتهم وبدأت السنة الثالثة من الهجرة في الرحيل إلا أنها أبت أن تغادر قبل أن تمنح الرسول وأهل المدينة قدرا من البهجة علها تخفف من جراح ما حدث في أحد فقد تزوج سيدنا عثمان بن عفان بالسيده ام كلثوم ابنه الرسول عليه الصلاه والسلام بعد وفاه زوجته رقيه اما السيده فاطمه وزوجها علي بن ابي طالب فكان لهما حدث اخر الحمد لله أنجبت سيدتي فاطمة ولدا جميلا. حمدا لله، وماذا أسمته؟ أسماه رسول الله الحسن. ورحلت السنة الثالثة من الهجرة بآلامها وأفراحها. وبدأت السنة الرابعة للهجرة، وقريش لا زالت تضمر الشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتود لو انها تخلصت منه فينتهي دين الاسلام كما يظن سادتها الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه وعلى ذريته نبينا وقدوتنا وحبيبنا وحبيب الله إلى يوم الدين. ما زلنا مع السيرة العطرة للمصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. ماذا بك يا سيد قريش؟ أراك شاردا يا أبا سفيان. أفكر في أحوالنا يا عكرمة. ما زال محمد ينشر دعوته، ويجمع المريدين من حوله، ولم تثنه هزيمته في أحد عن المضي في نشر دينه المزعوم. ولقد برئ من كل جراحه. والتف أتباعه من حوله أكثر وأكثر وماذا عسانا نفعل يا أبا سفيان؟ ألا يوجد رجل من أهل مكة أو المدينة يقتل محمدا وننهي هذا الأمر؟ أقسم بالله والعزة لأمنحن من يأتيني برأس محمد أموالا لم تمنح لرجل في أي زمان نرسل من ينشر هذا بين القبائل ولننتظر لعلنا نجد هذا الرجل يا رجل يا رجل أين منزل ابي سفيان سيد قريش من هذه الناحيه اخبروني انك تريد مقابلتي من تكون انا رجل فقير سمعت انك رصدت مالا وفيرا لمن ياتيك براس محمد فها انا ذا على اتم الاستعداد وهل تقدر على قتل محمد وسط اتباعه في المدينه سترى بعينيك ما افعله حسنا سأمنحك مالا وسلاحا أريد مالا فقط ولا حاجة لي بالسلاح فلدي خنجري الذي أثق به تمام الثقة <applause> وأنا تروق لي ثقتك بنفسك وخنجرك كان رسول الله في المسجد وحوله المسلمون يستمعون اليه وهو يمنحهم الدروس والعظات ويعلمهم من امور دينهم فدخل اعرابي الى المسجد راه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للصحابه من حوله هذا الرجل يريد غدرا والله حائل بينه وبين ما يريد يا قوم ايكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب ابتعد يا رجل عن رسول الله يا رسول الله هذا الرجل غادر إن معه خنجرا. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسيد بن حضير والصحابة أن يتركوه وأن يحضروه إليه. دمي دمي يا محمد. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي أن يصدقه القول. قال له من انت ومن اقدمك فان صدقتني فقد نفعك الصدق وان كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به فانا امن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت امن لقد منحني ابو سفيان مالا ووعدني بكنوز الارض ذهبا اذا اتيته براسك هذا هو الصدق يا محمد فامر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اسيد بن حضير ان يضع الاعرابي في منزله حتى الصباح ليرى ماذا سيفعل في امره وفي اليوم التالي أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فجاء بالأعرابي من منزل أسيد بن حضير وجلس الأعرابي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوقعا أن تطير رقبته في أي لحظة. بسيف من سيوف صحابه رسول الله المجتمعين حوله الا ان عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسانيته وتسامحه تجلت في تلك اللحظه يا محمد ماذا انت فاعل معي اجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنتك فاذهب حيث شئت او اقول لك ما هو خير لك من ذلك وما هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله وانك على حق يا محمد وان حزب ابي سفيان هو حزب الشيطان وفي المسجد اجتمع الصحابه حول الرسول صلى الله عليه وسلم لينظروا في امر ابي سفيان وعداوته للمسلمين وتآمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلنها حربا جديدة فهذا عدوان وتحريض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتحضرا لي أبا سفيان أنا يا رسول الله, الله. أنا. أنا آتيك به الله. أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخترت عمرو بن أمية الضمري وسلم بن أسلم فلتحضرا لي أبا سفيان ولتكن محاكمته هنا في المدينة محاكمة عادلة سمعا وطاعة يا رسول الله ليكن ما أردت يا رسول الله يا عمر ما قولك أن نطوف بالكعبة ونمكث قليلا في مكة يا سلمى نحن في مهمة محددة وأهل مكة يعرفونني فلننجز ما أمرنا به رسول الله ونحضر هذا الخائن أبا سفيان هل تعتقد بان احضار ابي سفيان من بين رجاله واعوانه امر يسير سنفعل ان شاء الله ما امرنا به رسول الله لدي خطه ساخبرك بها مرحى مرحى عمرو بن اميه في مكه ما هذا الشرف الكبير معاويه بن ابي سفيان كيف حالك وحال ابيك بخير حال مضى زمن لم نرك فيه منذ اتبعت محمدا عمرو بن اميه في مكه اذا هناك امر ما يدبره محمد اعتقد هذا يا ابي فقد ارتبك وتلعثم بمجرد أن شاهدني وانصرف مسرعا هو وصاحبه إذا محمد يفعل معي ما أردت أن أفعله معه أرسل من يقتلني لكن واللات والعزة لن يكون أبدا لنقتل عمرو بن أمية وصاحبه ونرسل جثتيهما لمحمد ليتعلم ألا يكرر هذا الأمر مع سيد قريش هو ما قلته يا معاوية اجمع الرجال وابحثوا عن عمرو بن أمية وصاحبه وأتوني برأسيهما فورا لقد عرفوني يا سلمى، أسرع قبل أن ينالوا منا. الويل لنا، سنسقط في أيديهم يا عمرو، لن نفلت منهم. بل سنفلت بأمر الله، انظر. فلنختبئ داخل هذا الغار، أسرع يا سلمى. حكمة. وسرعة بديهة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن التصرف. لقد ابتعدت أصوات رجال أبي سفيان. يبدو أنهم فقدوا أثرنا. يبدو هذا. سنمكث قليلاً. ثم نسرع عائدين إلى المدينة في الظلام. أنصت، أنصت يا عمرو. هناك أحد خارج الغار. انتظر هنا ولا تتحرك. حسنا، لتبحث عن طعامك أيها الفرس العزيز. أما أنا.. فساستريح قليلا من هناك نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. نكمل اليوم ما حدث من امر من بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحضار ابي سفيان وهما عمرو بن اميه وسلمى بن اسلم. من هناك؟ عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي؟ مرحى مرحى، هل تتذكرني؟ ها، آه عمرو بن أمية الضمري، إن الرجال يبحثون عنك، ولكنها فرصة قد لا تعوض لكي أظفر بك وحدي. احترس يا عمرو آه. 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 قتلتني أيها الحقير يا قوم يا رجال قريش هلموا إلي هلموا قتلني ابن أمية الضمري ماذا سنفعل يا عمرو اذهب انت يا سلمى ارحل بفرسك الى رسول الله قبل ان ياتي يا رجال قريش لن اتركك بمفردك ارحل وساختبئ انا لافرقهم عند حضورهم ارحل هل تسمعون ما اسمع انه صراخ رجل ياتي من هذه الناحيه هيا اتبعوني ها عثمان من فعل بك هذا آه، انه انه عمرو بن اميه كنت اعلم انه ما اتى لخير ابدا واين هو الان لقد مات الرجل مات ابحثوا في كل مكان اريد عمرو بن اميه بين يدي فورا لقد عاد سلمى بن أسلم. أين عمرو بن أمية يا ابن أسلم؟ هذا ما حدث يا رسول الله، ولا أعرف ماذا حدث لعمرو بن أمية الآن. وقد حمد الرسول ربه على عوده سلمى سالما ودعا لعمرو بن اميه بالنجاه والسلامه في ذلك الوقت كان عمرو بن اميه يقطع الصحراء في طريقه الى المدينه الا انه توقف فجاه ها هو رجلنا الذي يبحثون عنه عمرو بن اميه ماذا تريدان اهذا سؤال بالطبع نريد راسك فهو امر مهم بالنسبه لابي سفيان وقريش أما أنت فلن أقتلك وسأصطحبك معي إلى المدينة، عوضا عن سيدك أبي سفيان، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث لعمرو وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لعمرو واثنى عليه وعلى شجاعته وعلى ذكر عمرو بن اميه في هذه المهمه التي ارسله اليها رسول الله فينبغي لنا ان نذكر ما حدث في سريه بئر معونه والتداعيات التي حدثت بسببها جاء ابو براء عامر بن مالك الى رسول الله ليطلب منه طلبا يا محمد لو بعثت رجالا من اصحابك الى اهل نجد يدعونهم الى امرك لرجوت ان يستجيبوا لك وقد عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على ابي براء الدخول في الاسلام قبل ذلك فلم يسلم ولم يرفض فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اخشى عليهم من اهل نجد انا لهم جار فلا تخشى شيئا الى اين انت ذاهب يا منذر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجد في سبعين من الانصار يقال لهم القراء لنشر الاسلام ودعوه المشركين الى دين الله فلينصركم الله ويثبت اقدامكم ارى اني سالد وانت في هذه السريه اذا كان ولدا فهو محمد على اسم خاتم الانبياء واشرف الخلق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وان كانت بنتا فلتكن خديجه فهي اول من امنت بالرسول وساندته وايدته استودعك الله تصحبك السلامه ما هذا الذي تقوله؟ محمد يرسل رجالا إلى نجد؟ من يظن نفسه؟ ألا يعلم أن لهذه الأرض قائدا وزعيما هو أنا، عامر بن طفيل، زعيم بني عامر؟ هذا ما حدث يا سيدي، ويقال إن أبا براء، عامر بن مالك، قد أعطاهم عهدا بالأمان. آه! ابو براء هذا الغبي يتصرف وكانه ملك على الديار حسنا سنحارب هؤلاء القوم ونبيدهم سيدي لا تستطيع بنو عامر مخالفه عهد ابي براء مع محمد ان هذا لامر خطير كما ان لنا عهدا مع محمد لم ينقضه هو فكيف لنا نحن ان ننقضه حسنا لتحضر لي بعضا من رجال عصيه ورعل وذكوان لنتشاور في امر هذا الذي يدعى محمد بن عبد الله انظروا نحن الان عند بئر معونه وهي في منتصف المسافه بين ارض بني عامر وبني سليم لنعسكر هنا قليلا يمكن ان يكون هذا هو الحال يا قوم يا قوم يا قوم ما جمعتكم لتتناحروا بل لنجتمع على كلمه سواء في قتل من ارسلهم محمد سيدي عامر بن الطفيل سيد بني عامر ما تقوله امر جلل كيف نقاتل من ارسلهم محمد وهم ما جاؤونا محاربين انهم من الانصار الذين يقال لهم القراء يحتطبون نهارا ويصلون ليلا انهم قوم مسالمون فيا ويل بني عامر اذا قاتلتهم وما شاننا نحن بما تقوله يا رجل نحن من بني سليم من عصيه ورعل وذكوان ولا عهد لنا مع محمد عهدهم مع ابي براء اما نحن فسنقاتل من يدخل ارضنا نعم نعم ليس كذلك سيدي عامر بن الطفيل لقد عسكر المسلمون عند بئر معونه ماذا عند بئر المسلمون ما هذا اذا لقد وضع اتباع محمد مكان نهايتهم بايديهم وما علينا نحن سوى ارسالهم الى ربهم في اسرع وقت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله السلام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة, ورحمة, ورحمه الله سننتظر قليلا قبل ان اه ما هذا ما هذا ماذا تريدون نحن اسيادكم يا تابع محمد لم ناتي للقتال بل جئنا في مهمه سلام ونحن ايضا جئناكم في مهمه سلام <applause> يا الهي ماذا تفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبيدوهم عن آخرهم لا تتركوا أحدا منهم حيا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث لسريه بئر معونه فحزن حزنا شديدا ونعاهم قائلا ان اصحابكم قد قتلوا وانهم سالوا ربهم فقالوا ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فاخبرهم عنهم لنا فتره نسير دون ان نجد اثرا للقراء الذين ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى نجد ربما وصلوا الى نجد واكملوا مهمتهم وهم الان في طريقهم للعوده انظر يبدو ان في الامر شيئا ان هذا لنذير شؤم هيا هيا نستطلع الامر يا الهي يا الهي انها مذبحه آه آه لقد قتلوهم غدرا ماذا عسانا نفعل فلنعد الى المدينه ونخبر رسول الله بما حدث والله لا اترك هذه الارض قبل ان اثار لشهداء المسلمين هذه لم تكن حرباً، كانت نزهة <applause> لقد أبيدوا عن بكرة أبيهم، ولم يبق أحد ليعود إلى محمد أيها القتلة، والله لن أترك دماء الشهداء، تذهب هدرا آه 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 أشهد أن لا إله إلا الله و و وأن محمدا رسول الله لا تقتلوه لا تقتلوه احضروه الى منزلي هيا اذا انت من ضمره نعم وماذا دفعك للانضمام الى محمد هذا ما لا شان لك به تعجبني جراتك تظن اني ساقتلك ان روحي بيد خالقها حسنا وانا اعتقك واطلق سراحك كيف تتركني هكذا اني اعتقك على رقبه كانت على امي ثم اني لا احمل ضغينه لاهل ضمره حتى لو كانوا من اتباع محمد اذهب يمكنك الرحيل أعزيك رسول الله في زوجك منذر بن عمرو وشهداء سرية بئر معونة <applause> كلنا فداء لله ورسوله ودين الإسلام ما يحز في نفسي أن ابنه سيرى النور ولن يرى أباه أبدا ما. <applause> اخبريه عندما يكبر ان والده نحتسبه عند الله شهيدا ونحتسبه في الجنه مع الشهداء والابرار ماذا تفعل يا رجل انت في مضارب بني عامر وما شأنكما؟ نحن من بني عامر وتبدو غريبا عن ديارنا والله لا أترك هذه الأرض قبل أن أثأر لشهداء المسلمين وأنا أيضا لا أبرح هذه الأرض حتى أنتقم لشهداء المسلمين عاد عمرو بن اميه بعد ان قتل الرجلين من بني عامر دون ان يعلم ان بين بني عامر ورسول الله عهدا وهنا تتجلى عظمه رسول الله من جديد فرغم الالم والحزن لمقتل شهداء المسلمين على يد بني عامر الا ان الرسول حزن لما فعله عمرو بن اميه واخذ يعد العده لدفع ديه هذين الرجلين معذره يا رسول الله فلم اعلم بالعهد الذي بينك وبين بني عامر لقد كنت أثأر لمقتل شهداء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين ولا بد من دفع ديتهما حتى لو قاتلونا وغدروا بنا يا رسول الله إن بني عامر نقضوا العهد وقتلوا سبعين من الأنصار العزل من السلاح وما فعله عمرو بن أمية كان ثأرا لمقتل هؤلاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان لبني عامر عهدا معي لا انقضه ابدا ولا بد من ديه لهذين الرجلين وعرض صلى الله عليه وسلم الذهاب الى بني النضير لمساعدته في دفع ديه الرجلين فهم على عهد مع بني عامر يا رسول الله ان يهود بني النضير لا عهد ولا ميثاق لهم ولن يجيبوك الى ما تطلب الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر الخروج الى بني النضير للاستعانه بهم في دفع ديه الرجلين لقد حضر محمد بن عبد الله وهو يطلب مقابلتكم. ليدخل، لعلنا نجد مخرجا من هذا الأمر. ما كان علينا أن نترك رسول الله بمفرده وسط قوم بني النضير. لقد اصر صلى الله عليه وسلم على الذهاب بمفرده سننتظر قليلا ثم نذهب اليه ولا تخشوا شيئا فالله حافظ رسوله ولو كره الكافرون وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير ان يساندوه في دفع ديه الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن اميه من بني عامر نحن معك يا ابا القاسم ونعينك على ما احببت نحن بني النضير لا ننقض عهدا ونعين من يلجا الينا فاطمئن يا ابا القاسم وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اخذ عهدا من قوم بني النضير على مساندته في مطلبه ماذا نحن فاعلون الان لقد اعطينا محمدا عهدا ولن نوفي به وقد ينقلب علينا ونواجه بحرب من اتباعه لن نقدر عليها يا قوم تعالوا لتروا محمد يجلس بجوار جدار اسفل المنزل ليستريح قليلا وماذا يجدي هذا ارى انه شيء جيد وقد يحل كل مشاكلنا مع المسلمين بل ومشاكل قريش ايضا أسرع يا عمرو يا ابن جحش قبل أن ينصرف محمد. آه، لا أصدق أن قتل محمد بهذه السهولة. يا ويلنا لو أخطأه الحجر. كيف يخطئه؟ سيسقط فوق رأسه تماما وننتهي منه للأبد. لا، لا يا عدو الله، ليس الأمر سهلا كما تعتقد. ففي تلك اللحظة جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء فانصرف مسرعا هو ومن معه ما هذا لقد انصرف محمد توا ماذا لقد ظل في هذا المكان طويلا ثم ينصرف الان ما حدث فاق كل الحدود يا رسول الله انهم لم يمتنعوا عن مساندتك فقط بل حاولوا قتلك لا بد من رد رادع على هؤلاء حتى يكونوا عبره لغيرهم من المنافقين هدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثائره الصحابه وقال لهم إن الله نجاه من كيد وغدر بني النضير وإنه سيرسل لهم ليخبرهم أنه لا يريدهم في جواره فهم خائنون ولا أمان لهم. نعم الرأي الصواب يا رسول الله. عمت مساء يا سيد المدينه عبد الله بن ابي بن سلول لماذا تاخرت لقد حضرت فور طلبك لي هل علمت بامر ما فعله محمد مع بني النضير نعم لقد طلب منهم ان يتركوا ديارهم ويرحلوا انه لا يريدهم بجواره ويقول انهم حاولوا قتله لقد زاد الامر عن حده واصبح محمد يتصرف كانه ملك متوج دون اي اعتبار لمن معه اخذته النشوه بانتصاراته ورجاله ولكن الامر مختلف مع بني النضير ان بيننا وبينهم تجاره وعلاقات وامورا كثيره سيفسدها محمد وماذا سنفعل يا سيد المدينه ساذهب لبني النضير وأدعمهم وأؤيدهم ولن يجرأ محمد على النيل منهم وأنا معهم ولن تكون هذه المرة كسابقتها أبدا الحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على نبي الهدى إلى العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نستزيد من سيرة رسولنا العطرة ودروسه الإيمانية والإنسانية ونصل الآن الى ما حدث مع يهود بني النضير حدث ما توقعنا اعلن محمد الحرب علينا وامرنا بمغادره ديارنا لن يجرؤ محمد او غيره على اخراجنا من ديارنا نحن لا نستطيع ان نحارب محمدا سيدي بالباب رجل يدعى عبد الله بن ابي بن سلول يطلب الدخول عبد الله بن سلول اليس هذا هو سيد الاوس والخزرج الذي نزع محمد الملك منه عندما جاء مع اتباعه الى المدينه ماذا اتى به فليدخل لعلكم تتساءلون عن سبب قدومي اليوم انه محمد وتهديده لكم اردت ان اخبركم باني ورجالي واتباعي ومن يدينون بالولاء لي نؤازركم ونساندكم ونقف معكم ضد محمد واتباعه فلا تخشوه ولتبقوا في دياركم وحشد الرسول اصحابه لمحاصره بني النضير بعدما ارسلوا له يستهزئون به ويرفضون دعوته للمغادره وتجلت سماحه وانسانيه رسول الله في نصائحه للصحابه بعدم قتل شيخ او طفل او امراه من بني النضير وعدم اقتحام المنازل وان يقتصر الامر على الحصار فقط حتى يذعن يهود بني النضير لرسول الله والمسلمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا, إلا الله محمد رسول الله وحاصر جيش المسلمين بني النضير ست ليال كاملة. أكبر. وانتصر الاسلام مره اخرى، واذعن يهود بن النضير لرسول الله وجيش المسلمين، وغادروا الى خيبر وغيرها من الاماكن، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الاسلام ضد الغدر والخيانه. يا ويلنا هلكنا لا محالة حاصر جنود محمد منازلنا ويصرون على تركنا لديارنا لنرسل في طلب حليفنا عبد الله بن سلول فقد وعدنا بالمؤازرة وماذا سنفعل يا سيد المدينه نحن لا قبل لنا بمحاربه محمد ولا ناقه لنا ولا جمل في هذه الحرب فلنتركهم يواجهون مصيرهم فان انتصروا هناناهم واقمنا معهم عهدا وان انتصر محمد ذهبنا اليه وكنا له من المهنئين دعونا ننتظر ونرى السلام عليكم يا أم سليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا بك يا أبا طلحة؟ سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك شيء؟ لدينا كل شيء بإذن الله هكذا الدقيق مع قليل من السمن يصبح خبزا هنيئا لرسول الله ها هو الخبز والله انه لشرف لك ان يلوكك فم رسول الله الشريف سوف ارسل الغلام به الى رسول الله حتى ينال شرف توصيله راى رسول الله الغلام فامره بان يقترب علم رسول الله ما يحمل الفتى وقال له ارسلك ابو طلحه صدقت يا رسول الله قال رسول الله وارسلك بطعام صدقت يا رسول الله فامر رسول الله الجميع بان يقوموا الى بيت ابي طلحه ان رسول الله دعا اصحابه ان ياكلوا الخبز عندك يا أم سليم، يا أم سليم، رسول الله في الطريق. مرحبا برسول الله. جاء رسول الله وأصحابه ليأكلوا عندنا، وما عندنا من شيء. الله ورسوله أعلم منا بما في دارنا يا أبا طلحة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي طلحة وقال لأم سليم: هاتي ما عندك. أمسك رسول الله الخبز بيديه الشريفتين وقربه من فمه. إن رسول الله يقول شيئا؟ نعم يا أم سليم إنه يدعو في الخبز بالبركة. ثم مسح على الخبز بقليل من السمن المتبقي وقال بسم الله ثم امر ابا طلحه بان يدخل الرجال عشره تلو الاخرى لك السمع والطاعه يا رسول الله اطاع ابو طلحه امر رسول الله وجهز لهم مكانا لعشره رجال وهو في دهشه من امره انظر يا ابا طلحه ان الخبز لا ينقص انهم ياكلون ببركه رسولنا الكريم نعم يا ام سليم انه ليس طعامنا بل هو طعام من عند الله نعم هو طعام من عند الله وستر للمؤمن الذي يجود بكل ما معه حبا في الله ورسوله فيمنحهم الله بركه من عنده يحملها اليهم رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم كيف الحال الان عبد الله متعب جدا ان رسول الله يدعو لحفيده بالشفاء مات عبد الله بن عثمان بن عفان في عمر ست سنوات في جمادى الاولى من السنه الرابعه للهجره وصلى عليه في المسجد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على وفاه عبد الله بن رقيه حزنا لم يعوضه الا ما حدث في شعبان من ذات السنه يقولون ان علي بن ابي طالب قد انصرف مسرعا بعد الصلاه نعم فزوجته فاطمه تلد الان وقد اسرع عائدا الى منزله انجبت سيدتي فاطمه بنت رسول الله ولدا جميلا وماذا اسمته اسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا لمقدمه ودعا له كثيرا وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اخيه الحسن الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه تلك كانت لحظات الحزن والفرح التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظات شعر بها بشعور الانسان والأب والجد. وماذا عن غزوة بدر الآخرة وما حدث من قريش؟ <applause> لعل محمدا يحتفل الآن بمرور عام على انتصاره الوهمي في بدر. نعم <applause> نعم <applause> 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 نحن ايضا يجب علينا ان نحتفل بانتصارنا في احد <applause> نعم سنحتفل بها ونحتسي الخمر فوق جبل احد <applause> ولكنكم لم توفوا بعهدكم بعد اي عهد يا هند ما قلته له وهو يختفي بين اتباعه فوق جبل احد مصابا ومهزوما هل تذكر ما قلته يا سيد قريش؟ يا محمد الحرب سجال وهذا اليوم بيوم بدر وإن موعدكم بدرا العام القادم نعم أتذكر هذا ولكنه كان كلاما وقتها من نشوة النصر نسيته بعدها بل ربما نسيه محمد أيضا <applause> وربما لم ينسَه، وإذا لم توفي بعهدك اعتبرها محمد نصرا له دون أن يحارب. ولم لا يا سيد قريش؟ لماذا لا نعاود الكرة ونحن منتصرون في أُحد ونجهز على محمد تماما؟ حشد الصفوف للقتال ليس بالأمر الهين. كما أن محمدا قد قويت شكيمته وتغلب على جراح أحد لنفعلها مرة أخرى سيدة قريش اشرب 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 نخب انتصارنا مقدما على محمد اشرب اشرب الحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم الانبياء نتحدث اليوم عما دار في السنه الخامسه للهجره عن احداث مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبدا بما حدث في جمادى الاولى من السنة الرابعة للهجرة. سمعت أن أبا سفيان يحشد الصفوف لملاقاة محمد. نعم يا أخي، سأكون أول المحاربين هذه المرة. وتتركني وحدي يا أخي. لا تخف يا أخي، سأعود إليك منتصراً على محمد. يا قوم، لقد توعدنا محمد بحرب لا هوادة فيها يوم بدر. وها هو يقترب فالى القتال فلنضع نهايه محمد واتباعه هذا العام فاعدوا عدتكم الى النصر الى النصر ابا سفيان ما لي اراك صامتا تبدو غير متحمسٍ هذه المرة. لا لا، لا شيء. أنا سأقود المعركة، وسننتصر. الاخبار الوارده من مكه تؤكد ان المشركين يعتزمون الذهاب الى بدر لملاقاتنا مره اخرى رسول الله سيخطب في المسلمين بعد صلاه العشاء لننتظر ما سيقوله لا ادري ماذا يريد محمد واتباعه ما فائده الخروج لملاقاه قريش مره اخرى الم يتعلموا مما حدث في احد وماذا ستفعل يا سيد الاوس والخزرج انهم سيطالبوننا بان نحارب معهم نحن لن ندخل في حرب لا شان لنا بها ولكن هذه المره سنقوم بدور مختلف يجب علينا ان نثبط همم المسلمين فنجعلهم لا يرغبون في القتال سننتظر ما سيقوله محمد وبعدها سنتحرك وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جموع المسلمين بالمدينه مذكرهم بما انتوته قريش من ملاقاتهم في بدر مره اخرى وان عليهم الخروج اليهم حتى يفعل الله ما يريد ولكن يا محمد هذه حرب لا داعي لها فقريش في مكه وانت هنا ولا يوجد داع لحرب في بدر مره اخرى فلنتركهم ونظل هنا نحن لا قبل لنا بحرب جديده مع قريش لا داعي لها وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم همهمات الجميع وابلغهم بخروجه الى ملاقاه قريش في بدر على رأس ألف وخمسمائة مقاتل وولى على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول تختار عبد الله ابني يا محمد ولست أنا وخرج الرسول على رأس جيش قوامه الف وخمسمائه رجل في طريقهم الى بدر ووصلوا الى بدر قبل المشركين واقاموا بها ثمان ليال كامله واين كان المشركون وقتها ابا سفيان لا ادري لماذا اراك صامتا لا تتحدث ليس هذا من طباعك يبدو يا ابا سفيان ان امر هذه المعركه لا يروق لك ليس الامر هكذا ولكن سيدي القائد ابا سفيان لقد اقتربنا من بدر توقفوا توقفوا ما الخطب يا ابا سفيان اسمعوني جيدا يا قوم انه لا يصلحكم الا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن فان عامكم هذا عام جدب واني راجع فارجعوا ارجعوا ماذا تقول يا ابا سفيان ماذا تقول هل جننت يا ابا سفيان انا عائد فاكملوا انتم اذا اردتم لقد جن الرجل يا لعارك يا هند يا بنت عتبة يا زوجة من كان سيد قريش يا للعار اصمتي يا امرأة اصمتي وإلا قطعت عنقك تقطع عنق امرأة وتهرب من مواجهة محمد ماذا حدث لك يا أبا سفيان إنك لم تفعل هذا قط فماذا حدث لا ادري ولكني لا اريد محاربه محمد هذا العام لا اريد هل <applause> <applause> أحضرتم معكم محمدا يا جيش أبي سفيان <applause> لقد خرجوا ليشربوا الخمر في الهواء الطلق <applause> لم كنا أعلم أن محمدا يخيف إلى هذه الدرجة <applause> حصرته على قريش وسادتها <applause> وبدا موقف ابي سفيان غامضا ومحيرا ووقى الله المسلمين من شر المشركين وماذا كان من امر رسول الله والمسلمين المرابطين عند بدر لقد رجع المشركون الى مكه يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها مشيئه الله وامر جنوده بالعوده الى المدينه الاثواب والاقمشه هنا افضل افضل الاثواب والاقمشه بكم هذا الثوب بخمسة دنانير. لقد أصبنا بضاعة جيدة هذا العام في سوق دومة الجندل. علينا أن نعد القافلة للرحيل، فأمامنا طريق طويل. اطمئن يا حارث، لم يأتي الليل بعد، والطريق هادئ. ليتنا نسرع في الرحيل، فقد أحضرنا ما نريد من بضائع. ليستعد الجميع لرجوع القافلة. إنه لأمر شاق أن ننتظر قافلة لنغير عليها ونحصل على ما بها يبدو أن القوافل لم تعد تسلك هذا الطريق يا حنظلة لقد أغرنا على عدة قوافل في اليومين الماضيين لننتظر قليلا ربما تأتي قافلة انظر آه حسنا يبدو أنه يوم مثمر آخر فلتستعدوا أريد كل ما بالقافلة وبخاصة النساء ومن يقاومكم اقتلوه النساء ها لا تنسوا النساء <applause> سمعا وطاعة يا حنظلة الجو مشمس اليوم يبدو اننا سنصل مبكرا الى ديارنا الم اقل لك ان الطريق هادئ وامن ما هذا من انتم ماذا من نحن نحن من نريد ما لديكم والله لن تحصلوا على شيء الا على جثثنا هيا قاتلوا قاتلوا دفاعا عن النساء والقافله <applause> تقع دومه الجندل على بعد ستمائه كيلو متر من المدينه ومن يقوم بالاغاره على القوافل هي قبيله قضاعه التي تنزل قرب قبائل اسد وغطفان المتاخمه مع الغساسنه الموالين للروم وقيصرهم اخبرني يا رجل اين اجد رسول الله انه بالمسجد الان هذا ما حدث يا رسول الله انهم يغيرون على القوافل في دومه الجندل ويعطلون التجاره ويثيرون الرعب والفزع في هذه المنطقه طمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل واخبره بانه سيدبر الامر وسيرى ما يمكن عمله لذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج الى دومه الجندل في الف من المقاتلين لايقاف ما يحدث فيها وفرض هيبه الاسلام والمسلمين وحمايه من يستجير بالرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله والشكر لله الذي منحنا القدرة على سرد السيرة النبوية العطرة وتتبع حياة أعظم الخلق وخاتم المرسلين ما زلنا نسير في ضروب سنوات العزة والفخر للأمة الإسلامية ونكمل ما بدأناه ونفتح باباً جديداً يطل على السنة الخامسة للهجرة وهي سنه عامره بالاحداث نستهلها بما حدث في دومه الجندل يا امي لقد اذن لنا الرسول بالرحيل لدومه الجندل لقتال من يغير على القوافل ونجده من استنجد بنا ولم اقوى على الاعتذار لرسول الله لمرضك يا امي ورغبتي في البقاء الى جوارك لا يا سعد لا يا بني فسعد ابن عباده الذي ربيته لا يتاخر عن الخروج مع رسول الله ونجده المحتاج انا بخير يا بني انا بخير اطمئن وسانتظر رجوعك قريبا سالما غانما اذهب يا ولدي اذهب صاحبتك السلامة كيف حال والدتك يا سعد انها مريضه جدا واخشى عليها فهي بمفردها ولقد منعتني ان اعتذر لرسول الله عن الخروج معه شفاها الله ستعود اليها سالما ان شاء الله ايها الرجال يامرنا الرسول بالاستعداد فقد اصبحنا على مقربه من دومه الجندل آه ماذا جرى؟ آه ما هذا؟ يا ويلنا ماذا حدث؟ يا ويل دومة الجندل أتى محمد بجيش لا قبل لنا به هيا أسرعوا واجمعوا ما تستطيعون جمعه لنهرب قبل قدوم جيش محمد آه هذا ما كنت أخشاه المسلمون لن يتركون نهنأ بأموال القوافل اسرعوا يا رجال اسرع يا حنظله اسرعوا بالهرب جاءكم محمد بما لا قبل لكم به اسرعوا الله اكبر الله اكبر ودخل المسلمون دومه الجندل بلا حرب بعد ان فر المشركون منها وامن الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه ووزع السرايا وامن الطريق للقوافل يا رسول الله بالباب رجل من دومه الجندل يريد مقابلتك فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل بالدخول انا من دومه الجندل يا محمد ولم استطع الفرار فماذا انت فاعل معي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت ان ترحل فارحل ولكن خير لك ان تسلم نعم نعم اسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله امي يا امي اين انت يا امي لقد ماتت والدتك يا سعد ماتت وهي تدعو لك ماذا لقد اشتد عليها المرض في الايام الماضيه وماتت امس البقاء لله يا سعد لقد انجبت واحسنت تربيتك وهي في الجنه ان شاء الله ولقد اثار ما حدث في دومه الجندل حفيظه قريش وباتت تعد العده لمواجهه حاسمه مع رسول الله واجتمع المشركون في دار ابي سفيان يتباحثون فيما يجب عليهم ان يفعلوه هذا ما توقعته وكنت اخشاه بعدما تراجعت عن حرب محمد في بدر يا ابا سفيان وهكذا اصبح محمد سيد العرب سيد العرب سيد العرب واصبحوا يستنجدون به يستنجدون به وهو يهب لنجدتهم قويت شكيمتهم وانتهت هيبه قريش لا حاجه لنا الان ان نسترجع ذكريات الماضي علينا ان نفعل شيئا لنقضي على محمد للابد وان يكون ما نفعله هذه المره حاسما ان قريشا بمفردها لن تقوى على حرب محمد وسيصبح الامر سجالا يوم له ويوم لنا الحل ان تجتمع القبائل والاحزاب وان نقضي عليه مره واحده واخيره كلام حكيم <applause> كلام حكيم هل لديك خطه يا ابا سفيان دعوني افكر قليلا واخبركم بما يدور في راسي ان ما فعله محمد في بني النضير لا يجب ان يمر مرور الكرام هذا الرجل اصبح يشكل خطرا علينا اكثر مما يشكله على قريش ان يهود خيبر ويهود بني النضير وكفه القبائل على اتم الاستعداد لفعل اي شيء للقضاء على محمد واتباعه يجب ان نتفق مع قريش على حرب محمد فالهدف واحد والخطر يحدق بنا من كل جانب وقوه المسلمين في ازدياد يوما بعد يوم ارى ان نختار وفدا من قبائل اليهود واحبارنا ونذهب الى مكه لمقابله ابي سفيان بن حرب وساده قريش ونرى ماذا يمكننا ان نفعله سويا للقضاء على محمد واتباعه هو الراي الصواب لنعد العده للذهاب الى مكه غدا مرحبا مرحبا باحبار اليهود ووفدهم مرحبا بسيد قريش علمنا انكم تسعون في لقاء ساده قريش هل الامر يتعلق بمحمد وهل لنا من عدو غيره الان اسمع يا ابا سفيان القول الحق هو في اتحادنا فقريش بمفردها لن تقدر على حرب محمد كما اننا معشر يهود لا نستطيع حربه بمفردنا الراي الصواب هو ان نتحد وان نؤلب عليه الاحزاب والقبائل لمواجهته هو الراي الصواب ففي اتحادنا ضعف وهزيمه لمحمد واتباعه اخبروني يا معشر يهود انتم اهل الكتاب الاول وتعلمون بما بيننا وبين محمد افديننا خير ام دينه بل دينكم خير من دينه وانتم اولى بالحق منه اذا فنحن على قلب رجل واحد حتى النصر على محمد واتباعه كيف حالك يا سلمان مر زمن لم ارك فيه شغلتني احوال الدنيا كيف حالك كان سلمان الفارسي يعيش ببلاد فارس واسمه روزبه واعتنق المجوسيه ولكنه تركها ورحل الى بلاد الشام والعراق حتى استقر به المقام في المدينه والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه هل علمت بامر ما يحدث في مكه واتفاق المشركين مع اليهود على غزو المدينه وما قرره رسول الله من اجتماع بعد صلاه العشاء لدراسه الامر سمعت بالطبع وهل ستحضر ساحضر بالطبع فربما يسر الله لي الامر لاشير على رسول الله بما يفيد وينفع. لقد اتممنا كل شيء، معنا قبائل غطفان وبنو النضير وبنو سليم وغيرهم، واصبحنا على اتم الاستعداد لغزو المدينه وقتال محمد. وانا حيي بن اخطب كبير يهود بني النضير. اعلن تاييد التام لقريش وحلفائها وسنشارك بكل ما نملك من قوه في حرب محمد ولكن لكن لكن ماذا يا حيي هناك امر ما اذا افلحنا فيه قضينا على محمد تماما وما هو يهود بني قريظه فبانضمامهم الينا نكون قد احكمنا الحبل تماما حول عنق محمد ولكن بني قريظه على عهد مع محمد وهذا ما يجب علينا ان نفعله في الايام القادمه ان نستميل بني قريظه لصفنا اتركوا هذا الامر لي واتموا عدتكم لغزو المدينه الأخبار الواردة من مكة تؤكد أن يهود خيبر وبني النضير قد أتموا اتفاقهم مع قريش وأن قبائل غطفان وبني مرة قد تحالفوا معهم وهم ينوون غزو المدينة قريبا. وماذا سنفعل يا رسول الله؟ قال الرسول إنه يدعو المهاجرين والأنصار بالمدينة إلى لقاء بعد صلاة العشاء لتدبر الامر واتخاذ قرار بشان ما يحدث في مكه سمعا وطاعه يا رسول الله